متولي لاعب النادي الاسماعيلي اللي اصبح لاعب النادي الاهلي، اعتقد صفقه من العيار الثقيله هتفيد النادي الاهلي. كمان متولي فرحان جدا وقال ان هو حلم حياته. مينا متولي مش حلم حياته ان هو يدخل النادي الاهلي بكل تاريخ النادي الاهلي وبطولاته، وشفنا متولي وهو بيصور او بيتصور مع بطولات النادي الاهلي في دولاب النادي الاهلي، حاجه تدعو للفخر الشديد. محمود متولي اسف. محمد محمود خلاص بيرجع للتدريبات مره تانية. محمد محمود كمان لعيب تقيل قوي ما شاء الله عليه، يعني لعب ماتش او ماتشين مع النادي الاهلي واتصاب اصابه كبيره جدا رباط صليبي. محمد محمود هيبقى اضافه كبيره قوي كمان في النادي الاهلي مع محمود متولي. تدعيمات بيدعم بيها النادي الاهلي، لكن احنا مفهومنا مختلف وحضراتكم عارفين يعني ايه مفهومنا مختلف. بنحتاج اللعيب في المركز اللي احنا عايزينه فبنجيبه، مش عايزين يحصل عندنا تخم في مراكز، مش عايزين يحصل عندنا احنا نجيب 500,000 لعيب واحنا مش هنستفيد بيهم وبعد كده نبيعهم ونخسر فيهم. النادي الاهلي بيفكر فعليا في المراكز اللي ناقصاه، بيفكر فعليا في اللعيبه اللي هتفيد النادي الاهلي، بيفكر فعليا ودي اهم حاجه في اللعيب اللي عايز النادي الاهلي بجد. واعتقد ان دي حاجه كبيرة قوي، ان انت تدور على لعيب هو عايزك. لعيب مهما تديله فلوس الدنيا يقول لك لا انا عايز النادي الاهلي، مهما يتعرض عليه اغراءات الكون كله يقول لك لا انا عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي عندي بالدنيا كلها. وشفنا اكبر يعني شفنا امثله كتيره جدا، لكن اخر مثال كان حسين الشحات، اللعيب اللي احنا اشتريناه واللعيب اللي كانت الناس بتقول عليه فلوسه كتير جدا. حسين الشحات ربنا اداله في الاخر لان هو يستاهل كده، لان هو ضحى بحاجات كتير قوي عشان النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد برضه دفع فيه فلوس عشان عارف مين حسين الشحات وعارف ان هو قد ايه مخلص للنادي الاهلي وقد ايه هو محب وعاشق للنادي الاهلي، عشان كده ربنا اداله هدفين من احسن ما يكون اهدى بيهم الدوري العام للنادي الاهلي مع بقيه الرجاله طبعا. لكن دي قيمه اللعيب اللي هو بيموت عليك، دي قيمه اللعيب اللي هو عارف يعني ايه النادي الاهلي، قيمة اللعيب اللي هو عارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. مش فلوس اجري وراها هنا واجري وراها هناك، لا انا عايز تيشيرت النادي الاهلي ولو هاخد حتى اي حاجه انا موافق عليها جدا جدا، لكن تيشيرت النادي الاهلي البسه هو ده عندي بملايين الدنيا كلها. وهي دي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي.